إلى كل من يسمع 90.4 دقة الساعة القانونية اليوم في معية وحضور العزيز الغالي الزميل المحامي سعود الهدبة. ساك الله بالخير. ساك الله بالنور. حياك الله ابو فراج. ابشرك ونحن عليك الحمد لله. اشتقنا لك. ساك بك العافيه اخوي. يعني موضوع الاسبوع اللي طاف كان دسم بالضبط. انزين وبنكمل الدسومه فيه للاخر. هسه نوصل صيف بس. لا نوصل احد ما يوصل الصيف ويا مارينا ان شاء الله. انزين والديوانيه الى اللي سمعونا موجودين على 22-20-90-4 نكمل موضوع الاسبوع اللي طاف. موضوع الأسبوع اللي طاف كان موضوع الجنسية الكويتية وحقوق الجنسية والواجبات عليها وموضوع تجنيس أبناء الكويتيات. اليوم راح ناخذ الجزء الثاني لأنه ما مدانا الأسبوع اللي طاف. بس قبل لا أدش في موضوع الجنسية أبي أتكلم في ملاحظة أو رسالة أنا أحب أني أوجهها ما لها علاقة لا بكلام المحامين ولا بالقانون. رسالتي حق أربع جهات عندنا بالكويت. الأولى بلدية الكويت، الثانية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، الثالثة حق وزارة الأشغال، الرابعة حق هيئة البيئة. المسؤولين اللي موجودين فيها هناك أكيد أن أنتوا سافرتوا ورحتوا وطلعتوا وشفتوا شيء أو الدول اللي برا الكويت. اليوم لما تدشون أو لما تمشون بالشوارع، وهذه رسالة حق حتى الناس اللي يسمعوني الحين، التفتوا دار مداركم راح تلاحظون شغلة مو حلوة. الأرصفة مكسرة، التخضير والتشجير عندنا بالكويت باهت، ما قمنا نشوف اللون الأخضر في شوارعنا. زائد لو تلاحظون أن هذه الإعلانات أو مواقع الإعلانات لما تنشال تتم الصبة الخرسانية موجودة فيها وطالعة فيها المسامير أو البراغي الكبار، المنظر هذا بشع جدا وموجود لو تلاحظونه من الديرة ليل خيران. يعني احنا نحاول نوصل الرسالة بطريقة إيجابية. الإعلام الإيجابي يوصل الرسالة في طريقة إيجابية، وهذا الشيء اللي تعودنا عليه في مارينا واللي علمتنا إياها مارينا اف ام، ان احنا نوصل اصواتنا بإيجابية وبطريقة مهنية جدا وطريقة محترمة علشان المتلقي يتقبلها. فالله يخليكم المسؤولين عن هذا المنظر البشع، التفتوا شوي حق هالمسائل هذه. الدول المحيطة اللي دار مدارنا تشوفونها مرتبة خضرة، وما في عذر تقول والله الشمس حارة جونا حار احنا ما الزرع ما ينبت. احنا وصلنا لمرحلة من العلم والحلول اللي ممكن تحول الكويت حق منظر اخضر. فالله يرضى عليكم، التفتوا شوي حق موضوع التخضير والترتيب والشكل الجمالي حق دولة الكويت من الداخل. عندنا ناس يزورونا، عندنا ضيوف يجونا من برا الكويت، عندنا زوار يجونا بالمناسبات وبالعطل، نبي نشوف ديرتنا مرتبة. بفراج واحنا نعين ونعاون. انت عين ونعاون. احنا نعين ونعاون. اي والله احنا نعين ونعاون. شوف يعني سريعا انا اللي استوعبتها ان مشكلة المشاكل هذه شغلتين، يا صيانة عقود صيانة أو ايه. تنفيذ العقد من المقاول نفسه ايه. فهذا اللي هذه الجزئية اللي أتمنى من إخواننا القانونيين وزملائنا في هالجهات يركزون عليها شوي. تمام، نرجع حق موضوع الجنسية. توكل على الله. طويل العمر. هلا أخوي. الأسبوع اللي طاف كان في عندنا زلزال خفيف ايه. على موضوع الجنسية. بس في شغلة ما تكلمنا عنها اللي هي هالأسبوع راح نتكلم عنها. تزوير الجنسية الكويتية إيه؟ آخر 15 سنوات إيه؟ لاحظنا في أخبار تطلع بالجرائد على مسألة محاكمات مزورين الجنسية. صح. شنو الفرق ما بين المزدوج إيه؟ والمزور؟ تمام، شوف الفرق بين المزدوج والمزور هو شنو الطريق القانوني اللي سلكه، لازم نرسمها بهالطريقة هذه. اليوم المزدوج بالنهاية هذا يعتبر مخالف للقانون، يصير عنده جنسيتين
لكن مخالف لقانون الجنسية الكويتي. أما المزور هذا اكتسب الجنسية الكويتية عن طريق جريمة اللي هي مسألة التزوير. يعني بشرح لك إياها بمثال. أبي مثال على المزور ومثال على المزدوج. المزدوج اليوم أنا مثلاً كويتي عندي جنسية مثلاً حق الدولة الفلانية ألف، خلينا نقولنا دولة ألف. تمام. هذه بما أن أنا عندي جنسيتين هذا لا يعني أن أنت ترى في كلام يقول لك أن هذه الجنسية ممكن يخيرونك فيها، لا هذا كلام خطأ. القانون تنسحب منك الجنسية بما أن أنت مزدوج، لأن قانون الجنسية الكويتي يقول لك المفروض أن أنت بس عندك الجنسية الكويتية. أي جنسية ثانية لا، هذا المفروض أن تنسحب منك الجنسية الكويتية. الحين الطريق الثاني اللي هو مسألة التزوير، اللي مزور الجنسية لا هذا فهمني هو أساسا عنده جنسية وخالص مو كويتية، يصنع الجنسية يزورها عن طريق البيان الجوهري اللي يسمونه كذي بالقانون، يزور الجنسية ويكتسب الجنسية عن طريق التزوير. عشان طريقة التزوير هذه ترى تختلف من واحد للثاني. يعني بعطيك مثال، في ناس تزور تعتقد أن تزويرها تزوير مستند، هذا كلام هم بعد مو 100% أن لازم يصير فيه تزوير مستند، ممكن تكون ترى لا معلومات كاذبة. شلون يعني؟ يعني مثلا يروح واحد اليوم حق الجنسية يقول ترى فلان الفلاني هذا ولدي مثلا كذي، فهذا أدلى معلومات كاذبة لأن هذا ياهل، فبما أن أدلى معلومات الكاذبة هذا فيضيفونه بالملف، ما يبون ياهلهم يضيفون. هو لما يكمل 18 سنة بعدين أيوة يفتحوا له. إيه في فرق الحين، لما أول ما يمولد الياهل، أنا بعطيك بروسيجر الحين شنو هو. أبي من ألف للياء. من ألف للياء اليوم واحد مولد. تمام أنا الحين عندي ولدي. تمام. أول ما ييني مولد شنو أسوي؟ من المستشفى يعطوني شنو بلاغ الولادة. تبع مين هذا؟ تبع وزارة الصحة المواليد والوفيات. بعد ما يعطينا بلاغ الولادة شنو يترتب عليه؟ أروح دايركت حق المواليد والوفيات، في عندهم قسم ثاني إجباله اسمه البطاقة المدنية. بعد البطاقة المدنية يطلع لرقم مدني، يروح وراه وين في؟ يروح حق الجنسية، يتم إضافة ولدي هذا ما هو ما ياخذ جنسية هو بروحه، متى ياخذها؟ لما يصير عمره 18 سنة. يستلم مستند الجنسية، لكن قبلها أول ما ولد يضاف إلى ملف جنسية منه الأب اللي هو الأبو أنا. وأنا تخيل أنا مضاف حق منه حق يدي، فهي مسألة تبعية راح تصير بهالطريقة. خلاص انضاف للجنسية يمارس حياته طبيعي لين يوصل 18 سنة هني يصور ويبصم بالأدلة الجنائية، وبعدها يسلم مستند الجنسيه اللي هو الجنسيه الكويتيه. هذا البروسيجر كامل. إيه احنا الحين في مشكله عشان تكون احنا عندنا، هي ما هي مشكله لكن في مساله قصور، ولا مساله قصور شنعي. عشان هي الحين انا يوم شرحت لك اياها، الحين كم جهه احنا جبناها؟ مواليد وفيات. ايه مواليد وفيات وزاره الصحه والداخليه والأدلة الجنائيه، هذا قسم داخل وزاره الداخليه. يعني ما بين وزاره الصحه يعني في اكثر من جهه على اساس توصل حق مساله الجنسيه. اليوم احنا وين مشكلتنا؟ مشكلتنا اليوم لو انا ابي اصيد واحد مثلا مزدوج او انه مزور، تدري شلون اصيده؟ صعب. يعني ما اقول هو ينصاد بنهايه مشوار راح ينصاد، لكن مشكلته ان على ما تجيني الردود من الصحه، تجيني الردود مثلا من الادله الجنائيه، وترجع تالي تروح حق اللجنه العليا حق الداخليه، هذا طريقتها يصير الطريق طويل على ما نكتشف العمليه. لو فرضنا ان هناك هيئه لشؤون الجنسيه اسمها كذي، والهيئه هذه ترتبط فيها جميع الجهات هذيله، ففهمني من اول ما تدخل لو معامله واحده راح نفهم ان هذا كان مزور ولا لا، فطريقه ان احنا نوصل حق المجرم راح تكون سهله وبسيطه. في اقتراح بقانون بهالكلام بانشاء الهيئه العامه للجنسيه والجوازات، في اقتراح بهالقانون هذا، لكن الى الان لم يتم تنفيذه وما في ربط، ونتمنى ان شاء الله يصير هالموضوع هذا اساس يسهل عمليه التدخلات اللي قاعد تصير يعني بالدولة والعبث في ملفات الجنسية. تمام. على طاري بس خل نقول حق مستمعينا شنو سؤال اليوم. سؤال الفقرة القانونية اليوم، هل تأيد الزواج بأجنبي أو أجنبية أو لا؟ هذا سؤال اليوم على 22-20-90-4. سؤالنا مرة ثانية، هل أنت مؤيد ولا معارض الزواج بأجنبي أو أجنبية؟ دقوا علينا علشان نسمع رايكم مع المحامي سعود الهدبة، زائد اللي عنده سؤال بهالموضوع أو مواضيع ثانية على 22-20-90-4، موجودين على اليوتيوب، موجودين على مارينا تي في الابليكيشن، وموجودين على أثير 90.4. طلعنا فاصل أنا راح صوتي يلا برايك ورادي لكم إن شاء الله. رجعنا وياكم مستمعين الساعة القانونية يوم الأربعاء مع راعيها العزيز الغالي السيد المحامي سعود الهدبة أبو فراج.
فاتحين باب الأسئلة، في عندي اتصالات، بس أحب أذكر الناس اليوم سؤالنا: هل تؤيد الزواج بأجنبي أو أجنبية، إي أو لا؟ مع السبب اتصلوا علينا وقولوا لنا رأيكم، أو إذا عندكم استفسارات قانونية أبي أخذ ناصر أول واحد، قول له ألو. حياك الله يا ناصر. الله يحييك ويفديك ويسلمكم على ونعم فيك وظل موجودين. يسلمك الله يحفظك، تفضل يا ناصر. أنا بس بغيت في شغلة هم قانونية يمكن تفيدون فيها من الزواجية. أنا عندي علم بالأكثر. تمام. أنا اللي عارفة اللي أي ياخذ جنسية لمدة 5 سنوات لازم يحدد حتى قانوننا الجنسية اللي يبيها. أوكي. في بعضهم عندهم جوازات ما عندهم جنسية مثلا، وفي بعضهم عندهم جنسية وجواز بس ما عندهم جنسية وجواز، في بعضهم عندهم من دول بس جوازات، هل يتطبق على القانون على الاثنين؟ طبعا هذا وايد كثير عندنا احنا طبعا. ايه اوكي، ايه لان بعض الدول تعطي جوازات ما تعطي. وصل. بس في شغلة ثانية، تفضل. يعني احنا ندري هالقانون موجود طبعا، يا ريت يتطبق طبعا، مو قاعد يتطبق حالة ادراج وقوانين الحكم. والشيء الثاني يعني الزواج الأجنبي يعني نصيب للجنسين، وين ما ربك كاتب لهم يوفقهم. بالسلام عليكم. حياك يا ناصر، حياك، ومشكور انك اخترت الساعة القانونية ويانا مع المحامي سعود الهدبة. جاوب على ناصر لان عندي سؤال واصلني بواتساب المارينا ابي اقوله. هو ايش قال لك؟ قال لك ان احنا موضوع قانون الجنسية يقول لك ان اذا واحد كان مزدوج المفروض خلال 5 سنوات المفروض أن يختار واحدة من الجنسيتين. خلال 5 سنوات. خلال 5 سنوات. إنزين. الدولة شلون بتدري يعني؟ إيه، أول شيء هذا الكلام خطأ. إنزين. إنه ما يتخير. افهمني، بما أن أنت عندك جنسية ثانية المفروض أن أنت ما تتخير، تنسحب منك الجنسية الكويتية سواء كانت تأسيس ولا مجنس. آه أوكي. إيه، تأسيس ولا مجنس، هذا ما يخيرونك فيها. برد بسأل سؤال، أعيد صياغة كلامك. أنا اليوم. إيه؟ إنزين، أنا اليوم سين من الناس. إيه؟ كويتي. إيه؟ تمام. إيه؟ راح أخذ جواز ولا الجنسية الفلانية. أوكي. تمام. عقب وهو كويتي. إيه؟ تمام. إيه؟ شلون بتدري عن الدولة إن عنده جنسية ثانية؟ لازم هذا السؤال الأول. لازم يستخدم. إيه، لازم يبين إنه مستخدم. إنزين، بفترض لأن في ناس تتجنس. تمام. يصير هم بعده هو يمنح الجنسية، نفس الأعمال الجليلة هذا، يصير أساساً هو عنده جنسية معينة. إنزين. فهمني، فهو يتجنس. أيه. بدالها، بما أن تجنس هو كويتي، فهذا المفروض أنه ما يستخدم القديمة خلاص، لأنه هو خذ الكويتي، المفروض أنه كويتي. أيه. فإذا استخدم هذيك، هذا يدلك أنه بغرارة نفسه خلاص، هذا يعتبر أنه هو ما يبي الكويتية. أيه. خلاص مستخدم هذيك فتنسحب منه. أنزل. لكن سؤاله هو شو يقول لك؟ يقول لك المفروض أنه هو يخير خلال 5 سنوات، بما أنه هو قاعد يستخدم القديمة. هالشيء مو موجود. هذا مو موجود بالقانون، هذا خطأ. القانون ما فيه هالكلام هذا. تنسحب منك، ما فيها روح تعال، المفروض أنه تنسحب منك الكويتية سواء تأسيس أو أنك مجنس. أي. ما ينطبق الحالة، تنطبق على الاثنين، على الكل يعني، الجميع مو بس الاثنين، على كل قانون الجنسية تنسحب منك الجنسية بما أن أنت قاعد تستخدم القديمة. تمام. في عندي سؤال. إنزين. آسف. لها. بس في جزء أخير ما ردينا عليه. شنو؟ قال لك في دول تعطي جواز. أي دول تعطي جنسية. ماكو فرق ما بين الجواز والجنسية. هو ترى أساساً في دول ثانية قانون الجنسية مالهم يقول لك إن أنت ما تأخذ مستند الجنسية. ما فيها مستند جنسية، فبس يعطونك جواز، فهي نفس العملية سواء نعطوك جواز ولا الجنسية نفس العملية. إيه بس يعني اللي يأخذ جواز من دولة ثانية. إيه؟ ما يكتسب جنسيتها. إيش خانة ما أخذ جواز؟ أكيد إنه هو مجنس من الجنسية هذه، ما فيها روح تعال 100%. بما إن عنده جواز افهم إنه عنده جنسية للدولة. أي. الأخرى. تمام. عندك يا محفوظ السلامة خالد، قول له ألو على محفوظ. حياك الله يا خالد. السلام عليكم. عليكم السلام. سعود الهدبة معك. الله يعطيك العافية. الله يعافيك، حياك الله. قول لي. أباخذ من وقتك شوية بس لو تفضلت. بالنسبة حق قانون التجنين. إيه؟ الآن إذا شخص تزوج أجنبية. إيه؟ إنزين، هل الجناسي اللي راح تمنح لها الجنسية؟ إيه؟ يعني على عن طريق الزوج مثلا. إيه؟ زوج كويتية أو هي غير محددين الجنسية. تمام. أو تحديد كان. بدون تحديد جنسية. أي جناسي. أي إنزين. الزوج شنو تكون الشروط اللي عليه علشان يمنح زوجته الجنسية؟ إيه؟ ويعني جنسيته تكون أي مادة أي كذا أو شنو الشروط؟ سهلة 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 سهلة. إنزين. قصدك الزوجة إذا جت تجنس الزوجة عدل؟ الزوج إذا بيجنس الزوجة. زوجته. إيه أوكي أوكي، واصلة واصلة. إنزين. وبعدين هل الزوج
يقدر يسحب الجنسية منها أوكي. في أي وقت إن كان. أوكي أوكي. الله يعطيك العافية. خالد ما جاوبت على سؤال اليوم، تأيد الزواج بأجنبي أو أجنبية ولا لا؟ والله هي مثل ما أحد الإخوان ما أدري المتصلين. إنزين هو شوف نصيبك وين راح يكون. نشوف وين نصيبك راح يكون بس نتمنى أي شخص. قاطعين كل شيء عن النصيب. علامتكم. أي بعد لأن تدري شلون؟ أي. الممان ما كله ما يعرف يقال لأنه خاف تصير إثارة بالبرنامج خايف عليه أنا يا ستار يا معود مشكور يا خالد مشكور الله يعطيكم العافية حياك الله حياك الله بس جاوب على سؤال وعندي سؤال هو قال لك الحين الزوجة لو أن أنا جيت أنا بزوج بجنس زوجتي بجنس زوجتي غير الكويتية وزوجتي مو كويتية وأنا بجنسها يقدر يجنسها المفروض أن أسوي موضوع إعلان الرغبة يجنسها لكن هو سؤال اللي يتكلم عنه ان هل يقدر الزوج يسحب جنسيه مرته لا خلاص بما ان اصدرت الجنسيه وتجنست هي أي. اساسا هو ما يقدر يسحبها الامر يصير متروك حق منه حق وزير الداخلية. بما ان في لجنه عليا مع العلم ان الزوجه المجنسه ترى مالها حقوق سياسيه يعني لا تنزل لا تحرق الموضوع هذا الجزء الثاني أوكي. لا تحرق علينا الموضوع يلا قولها يلا. قولها بس لا تفصل الزوجه المجنسه أي. لا ما له حقوق سياسية بس وقف هني زين لو سمحت وقف لأن هذا المحور الثاني سؤال واصل لك يقول طليقتي طلعت لها الجنسية قبل الطلاق لكن ما استلمتها إيه؟ الحين بعد الطلاق هل يحق لها اتي الكويت وتأخذها ولا خلاص ما لها حق فيها علما بأنها رجعت دولتها وحاط اسم الدولة ما راح أذكرها إيه؟ مع بنتي إيه؟ تمام إيه؟ أو في حال رجعنا البعض أقدم لها من جديد أو خلاص جنسيتها الكويتية موجودة already. أول شيء هو تكلم عن مسألة الصفة قال لك إن هي طليقتي أي. بما أنه هو مطلقها خلاص هو ما له سلطان عليها ولا يملك الصفة ولا قالها الله أي. هو العبرة قبل يطلقها سوى إعلان الرغبة عاد بالنهاية إعلان الرغبة صدر المرسوم خلاص هو اسمه مرسوم خلاص صادر مخلص عاد هي تي تاخذه ما تاخذه هي الامر بالنهايه راجع لها هي أي. موضوع بنت ما بنت هذا اصلا خارج نطاق يعني سؤال موضوع الجنسيه أنزل. تبقى عاد المره نفسها بما ان هي مطلقه تبي تراجع الجنسيه الامر يصير متروك لها المرسوم موجود باقي مساله استلام عاد هذا أي. هي ويا الاداره نفسها تمام وحتى لو يردها على ذمته معلش تمي هي كويتية ايه تمي خلاص هو اليوم انا بكلمك واحد كويتي مرته مو كويتيه راح يبي يجنسها سوى اعلان الرغبه ايه ما يتنازل عنه بعد الطلاق أي. يطلقها اليوم يروح باكر الجنسيه يقول لهم انا طلقته بشيل اعلان رغبه مو بكيفه للعلم ما تجنست هي بس عندها اعلان رغبه مو بكيفه خلاص اعلان رغبه يظل مستمر ويرجع الامر متروك حق وزير الداخليه لانه جوازا حق وزير الداخليه تبي تتنازل عنه تشيل اعلان الرغبه لازم تظل هي على ذمتك يعني قبل تطلقها المفروض هي على ذمتك يعني يصير إيه يصير يسحب اعلان الرغبه اي اعلان الرغبه قبل الطلاق قبل الطلاق لازم تصير الزوجيه قائمه اي ولا اذا طلقتها مالك شيء عاد تصدق إيه. تحر سالفه انها تتزوج انزين وتاخذ الجنسيه وبعدين تطلقك تقول لك انا ما بيك مو تذكر سالفه الاسكان هذا اللي جنس مرته وعقبها طلبت الطلاق راح تزوجت واحد ثاني وحطته عنده بالبيت من ديرتها وقاعد بالبيت الحبيب يعني هذه فل قهر الله يعينك هذه فل قهر الله يعينك انزين في عندي اتصال باخذ احمد من السودان حيا الله احمد من السودان الو وياك يا احمد انت على الهواء اهلا بك شلونك يا احمد اهلا بك اهلا حبابك يا هلا ومرحبا باهل السودان اهلا بك اهلا وسهلا تفضل شنو سؤالك منورين انا بسأل اذا كانت إذا كنت أنا متزوج واحدة كويتية بعايش في الكويت هل أبعد كم سنة حتى أخذ أنا الجنسية ولا أولادي تمام سهلة سهلة يا أحمد أنا ما سمعت السؤال أنا سمعت سؤالي سمعت سؤالي أوكي أوكي يا أحمد مشكور يا أحمد راح نجاوب على السؤال الحين أمانة ما سمعت سؤال كان قاعد أنا بعيد لك سؤال قال لك إذا أنا كنت أجنبي متزوج واحدة كويتية تمام. هل لازم أقعد كم سنة أساس أن أنا أتجنس يعني أخذ الجنسية أي هذه أي أوكي لا هذا الأساس ما يصير أي. بما أنه هو التجنيس الزوجات فقط على النساء يعني الزوج يجنس زوجته يطلب أن تجنيس زوجة أما تي المرأة وتطلب هالكلام حق ريالها هذا لا ممنوع بوفق القانون على أساس مو موجود بالقانون يعني على طاري هالموضوع تدري أن وايد من النساء
أنا بقول النساء ما بيقول حريم ما يشبون علينا ما فينا شد. أنا ما عندي مانع. أنت ما عندك مانع؟ لا أنا اليوم بالذات ما فيني شد. زين وعلى طاري حقوقهم السياسية يعني أمس ذكرى حقوقهم السياسية مرت عليها 18 سنة وايد من النساء والبنات يشوفون أن هذا قانون غير عادل. إيه؟ أن المرأة العدل والمساواة يعني زين أن الرجال يقدر يجنس زوجته إيه؟ لكن المرأة ما تقدر تجنس زوجها إيه؟ وعيالها إيه في سبب أنا عندي رد تدري ليش شنو ردك لأن الأمر أساسا هو سيادي إيه؟ يعني هو مو قانون يصير حق مكتسب حق أي واحد يقدر يسوي بهالطريقة هذا هو أساس القانون مسألة سيادية دليل على هذا الكلام لو صارت عندك أنت مشكلة بالجنسية تبي تروح ترفع دعوة بالمحكمة المحكمة ما تنظر بأمور الجنسية يبقى الأمر سيادي للسلطة حق الوزارة تمام. غير ما فيه فمسألة أن عدل المساواة وهذا النهاية هو أمر سيادي يعني ما تقدر تدخل كنا اليوم تقول لي والله اليوم صدر مرسوم والمفروض المرسوم ما يطلع بهالطريقة من الكلام هذا ما تقدر تتكلم عنه هذا أمر متروك للسلطة مطلق للسلطة فغير ما حد يقدر يدخل عليه تمام. إلى كل من يسمع 20 90.4 سؤالنا اليوم هل تؤيد الزواج بأجنبي أو أجنبية إي أو لا مع السبب على 22-20-90-4 راح نطلع مع الصوت الجريح برايك الله يرحمه ويغمد بروح لينا ونعزي أهله ومحبينه في هذا الفقد الكبير على الكويت والفن الكويتي خلك واعي قانونياً رجعنا وياكم إلى كل من يسمع 90.4 والفقرة القانونية كل يوم أربعة في دوانية المارينا من الساعة 2 للساعة 3 مع زميلي وزميل البالطو الأسود الروب الأسود الروب الأسود الروب الأسود بالطو بالإنجليزي ليش اللون أسود وايد ناس أسود لأن هو في قصة رواية تكلموا عنها ليش روب المحاماة أسود يقول لك إن في مرة واحد كان قاضي يعني هذا دول برا يعني شاف جريمة قدامه طل يعني مدريشة وشاف جريمة قدامه بس يوم جت القضية طبت عنده بالمحكمة فشاف ويدري ان المجرم المتهم اللي قدامه هو اللي مسويه لكن الأدلة اللي قدامه تثبت العكس فمن كذي صدر عليه حكم فيا المحامي وهو عنده خبر بهالسالفة لبس بالطو الأسود أساس ظلم المحكمة حق المتهم اللي صار هذه هي فمن كذي سموه ان انا هذا بالطو اساس يقول لك انه يذكر المحكمه ان في ناس كانت تظلم يعني في غضات كانوا يظلمون الاشخاص على طاري هذا اللي خبري فيه يعني هذا الروايه لا هذه صح الروايه صح سامعها من قبل وقاريها موجوده بال مع العلم ترى المحكمه تلبس بالطو اسود للعلم يعني على بس في زري شويه لان هذا يميز المحكمه يعني لا احنا الروب مالنا وايد حلو صاير يعني شيء بس ما في زري وناعم اي لا اشوي ما في زري على طاري هالسالفه لان اللي في زري احلى ترى انا شو يعني الحين اللي في زري سكبه هذا لا كلش مو سكبه والله سكبه خذ مني تلامع كذي هلا على هالطاري والله العظيم يا ابو فراج اتذكر اول مرافعه لي في حياتي بالمحكمه قبال الهيئه القضائيه انا واقف قبالي القاضي اول مرافعه اول لي اول مره صاد العرق كان ينزل من راسي لظهري هيبة المحكمة يعني تحس بهيبة انت داش على هيئة محكمة تترافع حتى ذكر المرافعة اللي انا كنت مذهبها زين فيها المذكرة ولا شو اسمه نسيت ايش بقول حق القاضي ايش تقول انا بالجنايات لا الجنايات انت الله يعين يعني المحكمة جبالك والمتهم بالسجن بالقفص وهلا موجودين وراك على الحشوة اللي تبي تقول لها ما تدري وين تيجي تحس فيه كأنك قولتي ضغط جماهيري عرفت هذا وبلنتي ليك هذا هي كذي يعني تحس كل من يطالعك وساكت بس الحمد لله يعني مع الممارسة صار الأمر خلاص عاد متمرس سردار على قولتهم سردار الجنايات عندنا اتصالات وايدة بياخذ الحين الاتصال الأول عندك قول ألو ألو حياك الله مارينا أفهم تتحدث الو تفضل يا اختي يعطيك العافيه يعافيك ابو فراج وياك روح ابو فراج يا هلا مرحبا حياك الله سعود الهدب تفضل اخوي عندي سؤال بالنسبه لعيالي ايه منو معي بالاول ام عبد الرحمن حياك الله يا ام عبد الرحمن قولي سالي اخوي عيالي الحين يوم ملوا العمر اخذوا الجنسيه 7 بصفه اصليه فقره 3 تمام وهم يعني متوارثينها عن ابوهم وجدهم وجد ابوهم تمام
ليش ما أخذوا الأولى يعني؟ أوكي تمام. بس هذا السؤال صح؟ أي هذا السؤال. تمام مشكورة يا أم عبد الرحمن، راح نجاوبك الحين إن شاء الله. حياك الله ومشكورة إنك اخترت الساعة القانونية. بدر مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا هلا والله. يا هلا ومرحبا. يا هلا فيك يا بعد عمري. تفضل شنو سؤالك؟ أنا أول شغل أول شغلتين أنا توني أعرف موضوع الباط الأسود. أي أي مبلغ. هذا قوية الأمانة يعني أنا أول مرة. بس هذه رواية يعني. وهذه وهذه صارت في فرنسا تحديدا. صج؟ أي فرنسا. والله ما أدري أنا فرنسا ولا إيه. أنا أتمع أول مرة دتمع كما من راسي لأساسي ما أعرف أتكلم ساكت شيء خايف القاضي. أي إن شاء الله ما توصل معاك يا محمد. بس عسى ما متهم. لا على المتهم. ايه وساكت وخايف عبالي بداية نفس الافلام المصرية. شنو كانت قضيتك؟ كانت قضيتي الله يسلمك هوشة. ايه ضرب. ايه تبع الضرب. ايه فكنت انا اللي منطق وراح هذاك رفع علي قضية. انت اللي منطق وهذاك اللي رافع علي قضية. ضربت بك سبب اني مشتكى. صدق. ايوه حلو عليك. على السحب هذه انا. انزين. اي والله. بدر. السؤال الثاني عن موضوع بفرج وياك. قول سؤال. قول لي يا بدر. تبي على الضرب نتكلم ولا على الجنسية؟ لا تكلم على الموضوع. لا 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 الضرب على الجنسية. يلا قول. الله يبعدنا الشر. اللهم آمين. أعوذ بالله شرك معنا عن موضوع زواج غير كويتية. أي بلى. شنو رأيك بهالموضوع؟ أنا أمانة ما أخالف الموضوع. أنت ما شفت؟ لأن بالأول أنا ما أخالف الموضوع لأن عادي أشوف يعني. عادي. إي ما فيها شيء يعني. تزوجت هذا وتزوجت هذه كلهم بنات حواء. بنات حواء ايوه هذا هو الكلام. لا لا بس بس شنو ال 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 ايه؟ الزواج بغير كويتيه يترتب عليه اثار ويترتب عليه التزامات. يعني اتي تقول لك ابي اتجنس وتصير اكو لها حقوق وبعدين ممكن تصير مشاكل. حتى انت طلقت في غامه مثلا تقول لك انا كويتيه. تفضل. الاصابع ما هي سوى. صاج. تلاقي بنت الحلال اللي تقول لك تري وتلاقي بنت الحلال اللي تقول لك انت ونصيبك. صح. اللي قلت هذه انت تتزوج كويتيه وغير كويتيه صح؟ انا متزوج ثنتين. اوه والله قلبك جامد انت. والله بدر. واحده مغربيه واحده كويتيه. تعلم تعلم منه. يعني مشكور مشكور يا بدر. تجربتين مشكور مشكور تجربتين. حياك الله مشكور. قول الو عندك المتصل. حياك الله الو. الله يحييك. السلام عليكم. سلام حياك الله. والنعم والله. أنا عندي استفسار قانوني. تفضل من معي بالأول؟ يا فضلك أخوك علي أبو عبد الله. وياك حياك الله يا أبو عبد الله. الكل لاحظ يمكن قبل يومين أو ثلاثة أيام واحدة من الهيئات اللي بالكويت كانوا منزلة إعلان توظيف. إيه؟ وطبعا بذاك الوقت دفعونا عليه رسوم وأعطونا يعني صار في ترتيبات مادية عليه شوية. قدمنا على اختبارات كان كل واحد له عليه رسوم وهذه. تمام. فجأة الهيئة قررت أنها هي تلغي الإعلان. فشنو ممكن يكون حقنا القانوني احنا سواء على رسوم التقديم اللي هم اخذوهم منا او ما ترتب عليه فيه؟ هي رسوم هي هيئه حكوميه. هيئه حكوميه. ومن الغريب من الغريب ان اول مره يفرضون علينا رسوم تقديم كان ممكن بقى. تكون هيئه حكوميه بس داخلها تكون في مناغصه تصير نفس ممارسه والرسوم هي. تتقدم حق الشركه ممكن كذي. انا ما ابيك تقول لي اي هيئه احنا على هي انا ما اي ما بغيت تذكر الاسم بس الرسوم الدايركت الهيئه. لا اي لا تقول هالكلام هذا. انا من رايي الحين نخلي الشباب يسجلون رقمك وادق عليك تلفون شويه فهمك الدنيا وين رايحه لان هم بعد احنا بالاعلام يعني فاهمني ما نبي. اي فاهم. يلا الله يحفظك. حياك حياك يا اخوي علي. حياك الله. عندك ابو عادل. قول الو. حياك الله يا ابو عادل. مساء الخير. مساك الله بالنور. سعود بالنور معك. تفضل. يعطيك الف عافيه ان شاء الله. حياك الله. يعني بعد الغداء تسألون عن الزوجة وكذا خلونا نحل أول شيء بعدين تسألون. يبي لك يبيالة شاي الحين أنت. أي يبيالة شاي يبي لك الله يبي لك فراش بعد الجو الحار. أنا بقول هي أرزاق عند رب العالمين. بالضبط. سواء كويتية ولا غير كويتية اللي الله هديها تبي تعيش عيالها وزوجها إذا رزقك عيال. أما اللي بتعيش عن نكد النكد موجود بحالتين وأنا أعتقد وإذا راح يزعلون مني الناس واجد الكويتية أكثر نكديا. انت اللي بتفتح علينا باب جهنم اليوم. انا اديك من جهنم انا ميت الحر برا ليه يا ابو عادل. ما في لنا شده يا ابو عادل. ام فوقين وعسى ربي يجمعنا على خير ان شاء الله. حياك بي فينا العيد ابو عادل. خلنا اقول الو حق المتصل اللي وراه. مساء الخير. مساء النور. من وعي
من معاك؟ معاك مارينا. معاك مارينا اف ام الفقره القانونيه تسعين. ايه ابو عبد العزيز، تفضل اخوي. حبيبي اي تفضل. انا عندي شغله. منو معي اول؟ ابو عبد العزيز سمير حسن علي الظهر. اي ونعم تفضل اخوي سمير. تفضل حبيبي. انا كنت مسجون على تم تروحونه واستهتار بسياره ايام المراهقه. اي كانوا حاكمين علي 50 دينار وحبس غرام حبس 15 سنة يوم مع قرعوني مع روحة مالت النظام سيارة هذه أيام السجن الدوحة تذكرها أنت خبري فيه. فأنا ما أدري هل أنا انظلمت يعني بس روحنا بستار أني كنت أطلع بتوين بس بالجسر وأنا كنت غلطان. زين أبو عبد العزيز أنت نفذت الحبس ما هو؟ نفذت الحبس بس أنا أقول هل هو ظلم هذا يعني رغم 50 يوم. زين نفذت زين متى كان هالحكي هذا أبو عبد العزيز؟ الثمانينات. تكلمني بالثمانينات يعني هذا المفروض انه قضيت انت المشوار كله. قضيت المشوار بس اقول لك هل انا انظلمت العمليه هذه؟ تمام انزين سهله سهله اوكي ما سهلة. ماكو مشكله ماكو مشكله. يعني انا اقصد سجن 15 يوم مع تحتنا على الصفر مع سحب الاجازه 3 اشهر مع 50 دينار غرامه، هل هذا حكم عادل ولا لا؟ تمام سهله سهله اوكي ابو عبد العزيز مشكور انك اخترت سعود الهدبه المحامي عشان يجاوب على سؤالك. وبروح حق فهد. مساء الخير الساعه القانونيه تتحدث. مساكم الله بالخير. يا هلا مرحبا. شلونكم منورين طال. والله النور نورك. انا بقول حق المتصل اللي قبل هذا الكويتيه تحطها على الجرح تبره. الله هذا الحكي طبعا يعني طبعا الكل اهل الكويتيه الكل الحلوه عرفت شلون ورده. اي هذه واحده. النقطه الثانيه الشق القانوني الله يسلمك حياك الله. بخصوص البحث الفني فهد ترى صوتك قاعد يقطع. فهد اذا تسمعني صوتك يقطع الحين أوكي. تمام. قبل كنا نبحث بالسياره البحث الفني ما ندفع رسوم دينارين. الحين تروح تبحث بحث فني تدفع دينارين. شو يعني شنو تفاجئ انك تدفع دينارين؟ هذين الدينارين يكون 50 او 50 او شنو يعني؟ هي طابع يعني ولا تدفعها كنت؟ لا 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 كنت تدفع. في قبل ما كنا ندفع. اوكي. هذا شغله جديده يعني المفروض نعرفها يعني شنو هذه الدينارين تروح حق منه؟ أوكي. انت سؤالك تروح حق منه لان اذا سؤالك تروح حق إيه لانه يقدر نجاوب. قبل احنا لما تبحث بحث فني بس الاوراق وتبحث بحث فني وتمشي تطلع الدفتر احل تدفع دينارين وبعدين تطلع الدفتر تدفع خمس ثانيه. هذا انت تتكلم على بوزاره الداخليه اداره الفحص الفني صح؟ ايوه اي اوكي. الدينارين هذول وين حد منو او شنو هم شنو القانون القانونية اللي نزلتوا فيها؟ سهلة سهلة توكل على الله. اوكي الله يجزيك حياك حياك الله. مساء الخير. مساء النور. يا هلا مرحبا تفضلي. العافية يعافيك ان شاء الله. منو معي؟ في مساء رابعة. تفضلي استاذة رابعة. هلا فيك الله يسلمك. بخصوص السؤال اللي هو يعني تأيد الزواج اللي هو الزواج بأجنبية أو أجنبي تفضلي. أنا أؤيد ولا أؤيد نفس الوقت يعني. شلون؟ أؤيد السبب آية سورة الآية القرآنية تقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقاكم إيه. فهو الزواج يكون مثل تعارف بين أسر تعارف بين شعوب. والله سبحانه وتعالى ميز الشعوب عن شعوب في ميزات ما توجد في كل شعب يعني كل شعب له ميزة غير تختلف عن الشعب الآخر. تمام. وأيضا بالنسبة للقبائل كذلك. أوكي. وليش ما تأيدي؟ ما أيد بالنسبة شيء خاص في الشعب الكويتي لأن إحنا شعب قليل يعني. وعدتنا يعني تركيبة سكانية يعني حالات الثوب ورقيته من نوبي. اوكي حالات الثوب ايوه ايوه هذا الزبدة يعني لو انه مثلا مثل ضبطوك بالكلام. ايه الله يعطيك العافية. امين امين ان شاء الله. فيعني خلينا نصير قاعدة كبيرة وبعدين ساعتها نتعرف على باقي الشعوب. اوكي تمام
اوكي واضح يا رابعه، مشكوره وايد انك اخترتي الساعه القانونيه واخترتي لنا على اساس ان تقولين رايك. ابي اروح حق ساره. عزوز كنا علق عندي علق. الو تفضلي ساره انت على الهواء. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. يعطيكم العافيه. يعافيك ان شاء الله. انا موضوعي يكاد ان يكون طريف ومضحك يعني في نفس الوقت. انزين شنو رايك؟ اسلمكم انا. لا انا مالي راي، انا عندي موضوع شويه مختلف. شنو موضوعك؟ يعني سؤال حق الهدبه بفرات؟ اي اي قولي. تبي سعود الهدبه معك تفضلي. اي سلمك دام فضلك. معك انا معلمه حلوين. وفي يوم كنت مشغله بث يعني منصه تعليميه علشان ابتعد عن الاسماء. تمام حلوين تمام. فاحدى طالباتي انا وانا قاعده اعرض قاعده اسوي ميرورنج حق السكرين. تمام. فطلعت صوره، عرفت ان انت تبدل مسج حق احد وكذا فتطلع نفس ايقونه الصوره. اوكي. صوره الاشخاص. اوكي. فطلعت صوره زوجي وانا قاعده اقدم الشرح. اوكي. وتم تصوير هذه الصورة من قبل إحدى طالباتي. أوكي. ونشرها في الواتساب وبعض تواصلي معي. فشنو الإجراء اللي أنا ممكن أسوي العلم مع يعني وضع تعليق على الصورة؟ تعليق على زوجها، على صورة زوجها. أيوة بس بالضبط. أنا البسل يعني المصطلح يعني التعليق هذا شكل جريمة يعني من التعليق أو شيء. لا هو مو جريمه لكن الفعل فعل بحد ذاته مستفز. اوكي شنو كتبت؟ شنو كاتبه التعليق؟ والله ما اقدر اقوله يعني. قاعد اطيب حالات انا وياه يعني من الاخر. اوكي تمام. اوكي يا ساره مشكوره وايد. أيه. وراح نجاوب على سؤالك الحين. يسلم عمرك. يسلمك حياك الله انك اخترتي الساعه القانونيه على مارينا اف ام 90.4. عندك اتصال قول الو. حياكم الله. الو. حياك الله سعود الهدبه معك. الو. حياك الله سعود الهدبه معك. هلا والله. هلا في منو معاي؟ معاكم ام محمد. حياك الله يا ام محمد. قولي يا والله بحاكي عن سجننا حق ابناء الكويتيات. ايه قولي اللي بكبدك، قولي اللي بخاطرك. اقول هالحين؟ ايه قولي انت. على الهواء. على الهواء انت. انا هالحين على الهواء. ها ايه على الهواء. ايه قولي. الله يعافيك انا ما اخذها غير كويتي. تمام. ايه وعيالي عندي بنات الباجين كلهم متزوجين وماخذين جنسيه على ازواجهم، ما بقت الا ولد واحد عندي وحيدي وبنت. تمام. ايه بجنسهم يعني انا مره كبيره بالسن ما يدري شو يصير فيني. انت للحين على ذمه ريلج؟ اه؟ للحين على ذمه ريلج؟ اي والله ريال كبير. أوكي. يعني القانون هذا اللي هالحين حطوه الله يموت الزوج وكمان مات قبل زوجي. اوكي واضح. والله. واضح يا مخيل. بشر بخير. واضح. اي والله بس ابي يعني ينظرون لنا. تامرين يا يمه. اي والله. حاضر. ويعني بعد بالتاسيس يعني مو تقول متجنيس ولا شيء. واضح. تامرين. واضح يا مخيل. اي والله ان شاء الله حكومتنا طيبه ما تقصر جزاهم الله خير. حاضر. ان شاء الله ينظرون لنا. انا ولدي وحيدي وهو قايم فيني وفي خالتي يعني وحيدي وبنيه وحده. ان شاء الله. الله يحفظكم. اي والله ينظرون حقنا احنا محرم كبار. ان شاء الله يا ام محمد. مشكورين وليد الله يعطيك العافيه. حياك الله. انزين عند ام محمد بعدين عند ساره بعدين عند سمير. اي عند ام محمد. اول شيء خلي ارد على الاخر واحده قلت لان هذا الحين سؤال براسي بعدين نسترجع الباقي. اللي هو محمد اللي قالت ان انا واحد خذوا كابتشر. اي على انت تبي قصدك عن اصبر ابراهيم انا مرتب افكاري طول بالك. خرد على اول شيء ام محمد اخر واحده دقت قالت ان انا متزوجه من واحد غير كويتي وانا كويتيه اساسا ابي اجنس عيالي وفق القانون لا ما يصير ما في نص ماده بقانون الجنسيه ان المره تقدر تجنس ريالها غير الكويتي فما فيها روح تعال. زين سالت سؤال ثاني داخل السؤال الاول شنو هي؟ قالت انزين ولدي انا ابي اجنس ولدي ما تقدر تجنس ولدها الامر بالنهايه يكون متروك حق سلطة وزير الداخلية. إيه بالضبط. فالأمر جوازي تبي تقدمين كتاب تقدر تروح الجنسية والجوازات تقدم كتابه بالنهاية الجنسية والجوازات هي جهة تنفيذية يبقى الأمر متروك حق منه حق وزير الداخلية. هذا موضوع أم محمد. خلنا على موضوع إيه. سارة إيه خلنا نروح الموضوع سارة شنو قالت إيه. قالت إن أنا معلمة مدرسة وفي منصة إلكترونية أشرح فيها حق الطلبة اللي عندي من ضمن يعني بدل لا تحط صورة حط صورة ريلها إيه حطت صورة ريلها أي كان حتى لو صورة أي واحد فيهم إيه. دش بالدرس اللي تكلمت إيه. عنه وخذتها واحدة من الطلبة
وحطت عليه تعليق وانتشر بالواتسابات ومن الكلام. إيه المفروض شنو ترتب عليه؟ تروح تقدم شكوى إساءة استخدام هاتف. اليوم إساءة استخدام هاتف، اليوم لو فرض ما أنا صارت مشكلة قدامي وطلعت تلفوني صورت واحد، هل أنا علي مشكلة؟ في فرق. عليك مشكلة متى؟ إذا كنت ناوي تصور وتستخدمه استخدام سيء تنشره و... لا لا مو ناوي، مو مو ناوي اصبر إيه، ايه يعني ما اخذه حق السالفه ايه، ما اخذه على اساس انك تبي لما ينشره ويخلص ايه يعني تنشره تاخذه انت وتنشره، حتى لو اني صورتني انت بما انه بس صورت هذا يعتبر جريمه ايه. في فرق لما تصور ان انا ابي احفظ حقي، انا الحين صارت معي مشكله وصورت بحفظ حقي، هذا اساسا ما عليك جريمه تمام. حتى لو انه وصلت للمحكمه تطلع فيها براءه، لكن بما ان انا صورت وناوي انشره على اساس انه والله بطنز ابي اخذ عاي فلان اهدد فيه فلان ايا كان، هذا يشكل فيه جريمه. فاللي صار معاه المفروض انه تقدم شكوى اساءة استخدام هاتف بالجرائم الالكترونيه وخلاص، وهم عندهم اساس النصوص المواد والتوالي توصل المحكمه تمام. انزين بعدين عندك عندي ابو عبد العزيز. ابو عبد العزيز اي خل ارجع حق ابو عبد العزيز تالف هد. ابو عبد العزيز قال لك ان انا مسجون 15 يوم على جنحه مرور، كانت مساله مرور حتى لو ان السالفه قديمه هي بالثمانينات، هو قاعد يقول لك هل الحكم اللي صار عليه صحيح ولا لا؟ اساسا ما في اي جريمه توصل للمحكمة يتم التحقيق فيها سواء مرور جنحة جناية ما توصل للمحكمة إلا بناء على نص مادة. نص المادة تلقاه متكلم إنه والله مفروض إنه ينحبس عدد أيام أقصاها هالكثر، يعني في أحكام يقولك 3 سنين أقصاها 3 سنوات، في شيء توصل حق المؤبد، فأكيد من ضمن 15 يوم هي من ضمن التهمة اللي موجهت ليها مع سحب الرخصة، هذا أمر طبيعي بما أن الجنحة جنحة مرور. آخر واحد فهد قال لك انا لما اروح اسوي الفحص الفني ياخذون مني رسوم دينارين. الرسوم هذه اساسا هي تصير على لائحه تنفيذيه مفروضه متروكه حق الوزاره حق قسم الفحص الفني، عاد شنو سببها الله اعلم، يعني شلون شنو السبب يعني الحكمه من هالموضوع يعني الدولة ما ادري بالنهايه هذا رسوم. يعني الحين لو فرضنا جيت بجدد دفتر راح ادفع طابع 5 دنانير، بجدد غامه حق عامل المنزل عندي راح ادفع الطابع الفلاني، هذه نفس الشيء. فهذه هي نفس العمليه، بما ان ليش سالته تدفعها كنت ولا كاش تدفع، لان الكاش افهم ان هذا مزغلطين على راسه اي واحد ماخذ قص عليه ماخذ دينارين منك دينارين من هذا دينارين من هذا دينارين حجي هذا مليان وباي باي فما لا قص تذكرته وراح بس بما ان دافعها كنت افهم ان توصل حق بالنهايه ميزانيه الوزاره. انزين السؤال الجاي زين قبل ان اختم عندنا 5 دقائق تمام اوكي. الغير كويتي بالتجنيس ايه يقدر يصوت بالانتخابات؟ شوف انا بصيغها بطريقه ثانيه افضل أيه. اليوم منو اللي يقدر يصوت؟ كلنا كويتيين. صياغتي ما عجبتك أيه. يعني ولا شنو بالضبط؟ جايزت لي أيه. بس ابيها تصير شبكه واحده قاعد مشخصنها وياك اليوم انا انت قصدك منو اللي يصوت بالانتخابات منو ما يصوت؟ أيه. لا اللي يصوت واللي ما يصوت، وهل المجنس أيه. يقدر يصوت؟ يعني مثلا أيه. واحد تزوج جنس زوجته أيه. طاف عليها 10 سنين ولا 5 سنين صارت عندنا انتخابات من امه أيه. راح تلقى اسمها موجود بالقيد الانتخابي ولا لا؟ اوكي شوف اليوم الموضوع الجناسي يعني خلينا نتكلم قانون الجنسيه مع قانون الانتخابات هذا اساسا تحددت كذا فئه موجوده. اليوم في فرق بالانتخابات، مثلا اللي عنده جنسيه اولى تاسيس هذا يصوت وينزل انتخابات ولا لا؟ هذا السؤال تمام. انزين واللي مجنس هل هذا يصوت وينزل انتخابات يعني يرشح نفسه ولا لا؟ واللي مجنس مرته هل مرته تقدر تروح تصوت ولا لا؟ وتقدر تنزل انتخابات ولا لا؟ فاحنا نتكلم عن هذين 3 فئات. اليوم ما حد يقدر ينزل انتخابات ويصوت الا المفروض انه يصير جنسيته اولى بالتأسيس. تأسيس بصفه اصليه، هذا يقدر ينزل انتخابات وبنفس الوقت يقدر يصوت. انزل المجنس اللي منح الجنسيه هذا بس يقدر يصوت ما يقدر ينزل انتخابات. ايه ما يرشح نفسه ما ينزل انتخابات. ويفتر بالديوان هذا بس حتى مكتوب يقدر... بجنسيته داخل مكتوب صح؟ إيه مكتوب بالجنسية أي. لأن أنت لما تبطل الجنسية مكتوب مادة أولى، بما أن مادة أولى هذا تأسيس، أي شيء ثاني غير الأولى افهم أن هذا تجنيس اللي بوصل لك إياه. إنزين هذا يقدر ينزل انتخابات جنسية مو أولى أي إن كانت أي إن كانت رقمها، يقدر ينزل انتخابات ما يقدر ينزل انتخابات، لكن يقدر يصوت بالانتخابات فقط لا غير. أي شيء ثاني وراه مثلا يجيك واحد يقول كان مجنس مرتي، هل المرة اللي مجنسة على كويتي تقدر تصوت؟ ما تقدر تصوت ولا تقدر تنزل انتخابات، حقوقها السياسية هذه كلها أساس مو موجودة لها، يعني مو موجودة وفق القانون. بس تقدر تصوت متى؟ بعد ما يمر على تجنيسه 20 سنة. 20 إيه لازم يمر عليها 20 سنة بالأول، تالي تقدر تروح تصوت. هذه اللي صير مجنسة عن طريق زوجها الكويتي تمام.
واللي مثلا اللي مجنسه عيالها ايه نفس اللي مجنسه ايه نفس الطريقه نفس الطريقه ايه بما ان هذا مكتسب الجنسيه ايه اللي بوصلك اياه يعني ايه بي مجنس هذا ايه بس يصوت ما يترشح تمام بس العزيز الغالي بفراج كانت اليوم حلقه مثيره جدا جدا حبيناها ايه وطبعا دائما احب اني اشوفك على يساري حاضر زين ودائما احب اشوفك بالمحاكم بعد ما تقصر انت سردار الجنايات عزيز غالي خلص وقت الساعه القانونيه سهله وان شاء الله نشوفك يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله في موضوع ثاني وموضوع جديد ان شاء الله تفضل اليوم انت اللي راح تختم الساعه القانونيه انا هني خلصت الله يعطيك العافيه مشكور ما قصرت بس هذا هو فما الله فما الله فما الله